أني من 3 أيام أني أعلق وأتكلم عن موضوع ملكة جمال الجزائر. أنا بعدني مريضة على فكرة. بدي أقول شغلة، كل اللي تفلسفوا وأكلوا خرا، إذا بنشوف صورهم بأول لقاء تلفزيوني أو بأول إطلالة تلفزيونية كانوا بيشبهوا التيس الأجرب. Exactly. أولهم العاقر، يعني انت يا العاقر في الك صور قديمة بتشبهي مش التيس الاجرب، بتشبهي الكلب الفطسان، وإلك عين تحكي. طب ما اول مرة بتطلع على كاميرا واول مرة بتطلع بتشوف حالها بالصورة كيف عاملة، كانت مفكرة يمكن انه ماشي اللي حتربح، او ومع هيك سمرها بجنن والبنت بتعقد وذكائها رائع خارق. على الاقل في مضمون مش حلوة. عن جد أمركم غريب، إذا الوحدة حلوة وسكسية بتقولوا عنها قبل ما تعرفوا شي عن حياتها، بتقولوا عنها أحبة. إذا وحدة بشعة بتطلعوا وبتتمسخروا عليها. إذا وحدة عاملة أو ملامحها شوي بارزة عاملة تجميل. ما بنخلص من لسانكم، الله وكيلكم، بتحطوا الناس في ذمتكم الواسعة. وبرجع بقلكم إنه كل حدا يرجع لأول ظهور لإله على التلفزيون، إن كان أنا ولا غيري ولا ولا ولا، كنا سوبر بشعين. ما كنا عارفين إنه نحن بنطلع هيك على الكاميرا أو بنطلع هيك على التصوير أو 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 أو. بس أي ثينك هيدا تشالنج كتير كبير لإلها، لملكة جمال الجزائر، إنها تعمل نيو لوك خطير وتدمركم وتطلع لكم بلوك خيالي وتربح في مس يونيفرس. هاي عندنا مثلا ملكة جمال لبنان انهبلنا بجمال.